هل حديث بابو حليه نبي حديث كان لقى فايدستو نبي عليه الصلاه والسلام حليه هي الذو بيا ذا الجلال والاكرام وحلا سنتان كل لسان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام صوت مقع كنت عجيبه ويه وحنا كبدي هي مقعيدا واوين ذا الجلال والاكرام وحلا ودا ذا العظمه والكبرياء الله سبحانه وتعالى هو اسكله الله وينات اسكله مركا ان لو علليه ومارتي با مهمه والله سبحانه وتعالى اعلم.